فيما يخص الجرعة الثالثة فخص جميع المواطنين المغاربة يتوجهوا باش يديروا الجرعة الثالثة، لأنها غادي تنفعنا حنا كاملين باش نخرجوا من هاد كورونا. هاد كورونا اللي عشناها واحد سنتين أو 3 سنوات تكرفصنا بزاف، ولينا كنخافوا بزاف، تنخافوا على ولادنا، تنخافوا على راسنا، تنخافوا على عائلاتنا. إلا درنا الجرعة الثالثة فغادي نقصوا وغادي تمشي هاد الكورونا. فما نسمعوش بزاف لشي حويجات اللي ما كنفهموهمش. فالخطاب ديال لا الدوله ولا الصحافه المكتوبه ولا الجميع باش نديروا باش نخرجوا من هذه الازمه خصنا نديروا الجرعه الثالثه، فنتوجهوا ونديروا الجرعه الثالثه وما غنخافوش، وربي ان شاء الله غيرفع عنا هذا البلاء.